واضح أن أسرار وكواليس حادثة الطيارة الروسية لسه مسيطرة على المشهد، مش بس المصري لكن كمان العالمي، وكل يوم في جديد. يعني مثلا زوجة مساعد الطيار ناتاليا تورخاشوفا قالت أن جوزها شكى من الحالة الفنية للطيارة قبل الإقلاع بها. كمان محلل في شؤون الملاحة الجوية اسمه ريتشارد كويست قال لشبكة CNN الأمريكية أن نفس الطيارة الروسية تعرضت قبل سنوات لحاجة اسمها ضربة الديل خلال رحلتها من بيروت إلى القاهرة. كلام كتير عايزين نحاول نفهم أكتر من زميلنا في المصري اليوم عمر حسنين مساعد رئيس التحرير. سؤالنا، إيه آخر تطورات حادثة الطيارة الروسية؟ وفيما يتعلق بحادثة الطائرة الروسية هناك عدة جوانب تجري، أولها البحث عن المفقودين. حتى الآن وحسب بيان مجلس الوزراء وصل عدد الجثث التي تم العثور عليها 163 جثة، وصلوا إلى المستشفيات المصرية، وجاري البحث في منطقة الحسنة بمعرفة طائرات القوات المسلحة في مساحة 8 كيلومتر للوصول إلى باقي الجثث. أما فيما يتعلق بجانب التحقيقات، هناك 3 طائرات روسية وصلت، تقل مسؤولين روسيين أجهزة التحقيق بالإضافة إلى 3 وزراء بينهم وزير الطيران ووزير الكوارث للمشاركة في التحقيقات حول الطائرة. أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، هناك مفاجأة تكشف عنها المصري اليوم غدا، وهي أن الطائرة الروسية سبق لها وأن تعرضت لحادث في سنة 2001. أيضا وزير النقل المصري توجه إلى السفارة الروسية لتقديم واجب العزاء في ضحايا الروس. أيضا هناك عدد من شركات الطيران أوقفت التحليق فوق سيناء، وهناك عدد من خطوط الطيران الأخرى مثل الطائرات الإماراتية لم توقف وقررت الاستمرار. بقي أن نعلم أن هذا الحادث لم يؤثر حتى الآن في توافد السياح الروس على مصر. شكرا عمر حسنين مساعد رئيس التحرير. طبعا بنحيي الزملاء في مصر اليوم على هذا الانفراد. دكتور صلاح، طبعا احنا دايما بننقد الحكومة، بس المرة دي كان في حل سريع ومحترم في التعامل مع هذه الأزمة. لأول مرة بنشوف عندنا إدارة للأزمة بعد ما كانت مشكلتنا كلها أزمة الإدارة اللي موجودة. لأول مرة رئيس الوزراء بيتحرك لوحده دون أي تعليمات من رئاسة الدولة، بيتحرك لوحده، ساب والله الإسماعيلية اللي كان راح يزورها، عمل لجنة موجودة من جميع الوزراء المعنيين كلا في اتجاهه وكلا في تخصصه علشان يتابع الأزمة بالكامل. ودي بالنسبة لنا احنا يبقى شيء علمي، يبقى ابتدينا نترك الإدارة الريفية وبنتجه إلى إدارة علمية موجودة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الحادث زي ما معظم الخبراء قالوا كله ان هو مش نتاج ارهاب او مش نتاج اعمال تخريبية وإرهابية، دوت نتاج عطل من الأعطال اللي موجودة، للأعطال الفنية، سواء بقى نقص في الصيانة، في قطع الغيار، في أي حاجة فنية، يبقى ده زيه زي أي حادث تاني على مستوى العالم. أنا بشوف إن لبكرة الاثنين بداية بورصة لندن السياحية اللي مصر مفروض معولة عليها كتير في إنها تقوم بجذب مزيدا من السياح لمصر، ده مش هيأثر الحادث دوت، لأنه مش نتاج إرهاب، مش هيأثر على موقفنا في بورصة لندن. الحقيقة دكتور صلاح هيتم الكشف عن أمور عديدة خاصة بعد فترة